ووعيا منها بالضروريات الملحه التي تمليها الظروف الراهنه، لا سيما ضمن سياق ما يعرف بالحروب الجيل الرابع، وادراكا منها للحملات الاعلاميه التي تستهدف وطننا من قبل اوساط لا تخدمها مواقف بلدنا. فان وكاله الانباء الجزائريه وبحكم انها مؤسسه اعلاميه وطنيه معنيه، شانها شان باقي الفاعلين بمصالح امتنا، فقد شرعت مؤخرا في تطوير وتفعيل الاليات المتعدده لليقظه الاعلاميه لدحض الاخبار الكاذبه وتنوير الراي العام بالحقائق بالموضوعيه والنزاهه والاحترافيه. وعلى المستوى الوطني تراهن مؤسستنا الاعلاميه على تعزيز انتشارها، حيث تسهر اطقمها الصحفيه والتقنيه على ضمان خدمه عموميه ذات جوده من خلال ضمان تغطيه اعلاميه جاده، كما تصب الوكاله الى تحيين انتشارها دوليا من خلال تفعيل مكاتبها في الخارج دعما لصوت الجزائر دوليا ولمرافقة دبلوماسيتنا الرائدة في الخارج وتمكين جاليتنا من هذا المنبر الإعلامي الوطني للتعبير عن اهتماماتها وانشغالاتها وطموحاتها. ولتعزيز صورة الجزائر وسعيا لإيصال صوتها ومواقفها عبر العالم، فإن وكالتنا تعتزم قريبا استحداث موقع جديد بالإسبانية لما لهذه اللغة الأجنبية من أهمية من حيث التداول والتفاعل الدوليين، لا سيما على مستوى قارة أمريكا الجنوبية وغيرها. كما نحرص ايضا على تطوير مجال الخدمه العموميه عبر مختلف المواقع الالكترونيه لوكاله الانباء الجزائريه بلغات متعدده